بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء أعزائي طلبة طلبات الصف السادس الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قواعدنا وفقكم الأمنية اللغة الإنجليزية. تعال اليوم مع بعض عشان نحل مع بعض تمرينات متنوعة على أزمنة المستقبل اللي إحنا عملنا ملخص بتاع الحلقة قبل كده، ورحنا بالتفصيل بالأمثلة كل حاجة في فيديو سابق أو من هو الفيديو بتاع الشرح. وهو اللي بيد ملخص حتى تستطيع حل هذه الجمل معنا. كل واحد ده بسؤال وقلم، لو سمحتوا يحل معايا جمل واحنا بنقعد نشرحها، او يكتب الحل واحنا بنقولها بنقوله عشان يشوف نفسه استوعب الحاجه ولا لسه. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله ارجو فضل الله يسعى اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم مني كل جديد، وهتدعموني في نشر هذه القناه المتواضعه ان شاء الله. اعمل لايك في الفيديو حتى تصل لاكبر عدد ممكن من الطلبه نستفيد من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل تكون مفيدة لكم ودوام إن شاء الله، وأتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Should the correct answer? I don't know how to use this mixer. طلاب ده معرفش استخدمه ازاي. That's okay. كويس. I. يبقى ده I'm going to show you. أولي لك. تمام. ها يا ترى ده صح؟ ده في دليل؟ ولا في intention نية، ولا في بلان خطة، مش كده؟ ها تمام. يبقى هنا I'll be showing you حوالينك اللي دايما تشغله ازاي. ان انا اقول خلال ساعة متشرهو، خلال ساعة I in front of my TV watching my favorite program. قرآن افضل برنامج بالنسبة لي. تمام. يبقى خلال ساعة من ايه؟ وانا قاعد بتفرج. الله، طب بيقول سيت ولا بيقول بي سيتنج؟ طب الفرجة دي هتستمر ولا هتبقى على طول؟ مش هتستمر، أو هتستمر طبعا. تمام كده؟ وده I will be sitting in front of my TV watching my favorite program. Number 3 I my haircut tomorrow. Tomorrow اهي. So I want to be able to go home with you. مش هتروح معاك. تمام؟ وده tomorrow. تمام؟ بأي إيه؟ يبقى I will have my hair cut tomorrow. تمام. ده طبعا positive. Don't play with those matches. مش كبير ده you yourself. تمام. هتعمل ايه؟ فولايت تبي you. ها. ها. You will burn yourself. احرق نفسك. Number 5 تامر. His homework by the time his mother gets home. By the time أهو رابط أهو. تمام. على يمينه present simple. مضارع بسيط. يبقى فيها التاني يا أولاد. مستقبل will. طبعا عندي اتنين will. Will have finished. Will be finishing. هكون خلصت. وهكون بخلص. مستقبل future continuous. Will be finishing. مش perfect. ده مستقبل تام. طيب تعمل his homework with time his mother gets home. في الوقت اللي هتوصل فيه أمه قبل ما توصل البيت هيكون ايه؟ هكون خلص. وخلص هتبقى ايه؟ تبقى will have finished. ده فعلا هيكتمل حدوثه في المستقبل. ده اللي هيحصل امتى؟ طبعا ده قبل ما توصل هكون خلص بالفعل. يبقى will have finished which are perfect. Have you got any plans for the vacation? And خطط plans for the الإجازة. Have you got any plans for the vacation? خطط يعني فيها الحل. الكلمة دي يعني فيها الحل. يبقى يا أولاد yes we back to Sopk to visit my grandmother. زوج جدتي. plans نختار إيه؟ خطة يعني هنسافر. وبعدين أساسا خطة مش ترتيبات، إجازة وسفر والكلام ده كله، صح؟ يبقى yes we are flying. Arrangements سفر هنرتب، جهز حاجتنا، ناخد فيزا، نجيب تذاكر إلى آخره، يبقى ده we are flying. When did you call grandma؟ صرت بجدتك ليه؟ قال له I her at the weekend. تمام، حضرها في وقت الأسبوع. يبقى اتصل بيها دي إيه؟ ده إيه؟ ده أرينجمنت ترتيب.
عشان تبقى معانا معاني ونروح دورها في ترتيب ومضارع مستمر اللي هو I am visiting her at the weekend. تمام. Number 8. What time the next bus arrive? الساعة كام يوصل الأتوبيس اللي جاي؟ قبل 30 من سنين ولا 13 دقيقة؟ طبعا الأتوبيس الساعة كام بمبعاد ثابت. فاكرين النظام البسيط؟ قلنا مواعيد ثابتة، مواعيد سفر أو وصول، باص، شيب، بلين، تمام كده؟ إلى آخره. يبقى ده باص أهو، يبقى باص ده إت، مش كده؟ ضرب بسيط يبقى دو أو داز. طب باص ده إت، يبقى دو أو داز؟ لا يبقى داز. عشان ما يبقى فعلا ليس في السؤال يبقى داز، بالفعل المصدر يبقى داز. نيكست باص أرايف. نمبر 9 يو فور هير وين هير بلين أرايفز. وين هير بلين أرايفز. وين بريزنت سيمبل. تمام. يبقى التاني مستقبل ويل، عندي ثلاثة ويل بين ويت ويل بي ويتنج ويل ويت. طبعا ده ما ينفعش خالص صح؟ خلاص بقى عندي ويل ويت ويل بي ويتنج ويل بين ويت. طبعا ويل بين ويت مش عايز اسمه ويل بين ويت، ويل جنبها مصدر ويل بي ويتنج صح كده؟ أو ويل ويت تنتظر. طيب ده مستمر، ده فيوتشر سيمبل عادي مستقبل بسيط. ينتظر ده في استمرار في الانتظار ولا يخلص على طول؟ طبعا ننتظر لفترة مستمرين فيها. يبقى يو will be waiting for her when her plane arrives. طب سأتوصل على طول تبقى واقف مستنية will be waiting for her. نمبر 10 ايه بيكلموا مع بعض ايه بيقول له؟ او نوت او نو I have left my purse at home. سبت كيس النوم بتاعي في البيت. And I haven't got any money on me. ما هيش فلوس خالص. بي قالت لا don't worry ما تقلقيش. عندك نقول سيدات بيرس دول. ما تقلقيش I you some. تمام؟ يبقى ده يا ولاد. ده اوفر عرض طلع عليها مساعدة. الناس تدفع فلوس. طلب اوفر وريكوست والكلام ده كله يبقى ده ايه؟ يبقى ده مستر ها عرفنا will ومصدر يبقى ده will lend you some. Number 11 she ready by the time she they leave the house. رابط أو by the time leave present simple يبقى الثاني will مصدر أو مستقبل will. طب عندي will be getting will have gotten ready هتكون استعدت في الوقت اللي أنت هتمشي في البيت وفي الساعات يبقى في استمرار. تمام بعدي she will have gotten ready by the time they leave the house. Tomorrow at this time بكرة في الوقت ده I my English language exam why will take tomorrow I aya after school today بعد ما أسأل النهاردة she has problems with mathematics عندها مشاكل في الرياضيات. ماذا في ده في حد قال لي ايه في arrangements ترتيبات. تمام اروح اساعدها في انا ميعاد جاهزين المكان ماذا I'm helping I after school today if your passport isn't valid مستحيل لسه صلاح اني مر بعد ذلك you be able to go abroad this month. سافر الخارج هذا الشهر. تمام. يبقى يو ايه if هي isn't present simple يبقى تاني ايه well infinitive. تمام. يبقى you want to be able to go abroad this month. نيجي نستعمل تاني الوظيفة بتاعتك صلاحية بتاعت انتهت. يبقى you will be yeah, we want to be able to go abroad this month. يعني will not be able مش هتقدر. 15 Laura out the apartment شقة before she gives back the key I before present simple. تمام عندي اثنين عندي اثنين في مستقبل اثنين في simple وفي perfect هتكون نظفت ولا هتنظف الشقة قبل ما ترجع المفتاح صح؟ هتكون نظفتها خلصتها خلاص وفعلا هيكتمل حدوث في المستقبل يبقى ده مش بيرفكت
ماشي will have cleaned out the apartment before she gives back the key. ماشي هتكون خلصنا نظافة الشقة خلاص قبل ما تسلم المفتاح. Number 16 at 3 o'clock tomorrow. الساعة 3 بكرة I in my office so don't phone me. ما تتصلش بيا. تمام حدد لي امتى tomorrow at 3 o'clock بكرة الساعة 3. طالما حدد امتى tomorrow يبقى ده ها مين فاكر مستقبل ايه؟ مستقبل مستمر. ده لو حدد لي امتى في الماضي يبقى ماضي مستمر. حدد لي امتى في المستقبل ده مستقبل مستمر. اللي هو يا ولاد will be ing. تمام will be ing يبقى ده will be working. Will be working. Number 17 look out. خلي بالك. You yourself with that knife. تقل نفسك بهذه السكين. تمام. يبقى. مين عارف. طبعا you will hurt. You will hurt yourself by this knife. أبوث تضرب الهاتف. عندي صداع رهيب. Number 18. عندي صداع رهيب. أبوث تضرب الهاتف. يعني have you wait there stand and neck and I an aspirin for you. هجيب لك اسبرينة. ها يبقى ده ايه؟ ده ها اوفر. يعني هجيب لك اسبرينة عشان تطلع عنه. اوفر ده يبقى ايه؟ يبقى will ومصدر will get. Number 19 by the time I get the symbol advised او رابط بعد السمبل. في الوقت اللي هتوصل هوصل في البيت ما نرفض بوث واس هتكون ايه طبخت لينا احنا الاثنين. تمام خلصت ايه الطبخ مش لسه بتطبخ خلصته يبقى ويل هاف كو. واي ار يو ويرينج يور كوت تسجل تحني اند واي اوت يبقى ناوي اخرج يبقى مقرر اخرج. تمام يبقى ده ايه ها will be going out. تمام طيب نمبر 21 mother your face is dirty وشك مش نظيف تفضل ده right I it I will wash it قرار سريع اهو I will wash it. تمام 22 will be waiting for you when you ايوه او will be waiting when جنبها ايه مضارع بسيط او مضارع تام will be waiting for you when you arrive وقال الوقت بدري ده فيلم 2:30 الساعة 2:30 الفيلم هيبدأ. تمام تمام why don't we go and have something to drink مش نشرب حاجة يبقى ده ايه؟ حتى عارف ده ايه؟ ها؟ وبعدين الفيلم يبقى ايه؟ بقى افلام برامج مش كده ماتشات دروس يبقى ده معاد ثابت يبقى ده يا ولاد يبقى ده مضارع بسيط يبقى ده فيلم ستارتس ات 2:30 ليه معاده ثابت؟ ده ساعة ونص دايما. The robbers all the money by the time the bullets arrive by the time when it's simple. مرصد الشرطة ربما سيكون ايه خدوا كل الفلوس كونوا خدوها كونوا بياخدوا خدوها خلاص يبقى will have taken. Number 25 I think I a new computer this one is too slow اللي عندي ده بطيء جدا فهجيب واحد. تمام تمام شوف اللي احنا عندنا ها ها يبقى will buy مستقبل will مش كده I will buy a new computer. Number 26 my sister married next month we have invited hundreds of guests دعينا مئات من الضيوف هذا ايه ترتيب arrangements تمام كده ترتيب اهو فرح في ترتيبات مش ده بس طبعا. تمام بدي مضارع ايه مضارع مستمر your sister is getting married next month. طيب there isn't any cloud in the sky شو اللي صعب في السماء it's a lovely day
بيتسموا بإيه؟ بدليل، مفيش صحب، مفيش يوم جميل، يبقى إيه؟ بيتسموا بدليل بده is going to be. طب وين بيتسموا ده من غير دليل، والبي دي من غير دليل، وين من غير دليل؟ دليل هي is going to be. There isn't any cloud in the sky. يبقى it is going to be a lovely day. I, John, the airport tomorrow. His own car is being repaired. رح تتصلح. تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى ده offer. صح كده؟ يبقى I will drive John to the airport tomorrow. دي عشان رح تتصلح. وعلى التانية وصل المطار أو وصل وصل المطار صح كده؟ بقول درايف. نمبر 29 I the money back to you as soon as I get. As soon as I get simple. وين مخدومات الراتب ماي سالري. الراتب بتاعي عفوا. يبقى أي إيه؟ اللي هو as soon as وين simple. يبقى التاني. وين هو مصدر؟ يبقى will pay. ضابط مرة بسيط وقول مضى will pay. I'm having lunch with friends tomorrow. شو هو مستمر مرة مستمر و tomorrow بده عشان ايه ترتيب يتغدوا مع بعض رتبوا نغدوا مع بعض. We at the restaurant at 1:30 الساعة واحدة ونص ترتبين تقبل الساعة واحدة ونص يبقى we are meeting مضارع مستمر او ترتيبات مضارع مستمر. The train القطر معاد ثابت. By the time you reach the station, أو توصل إيه المحطة، تمام؟ مثلاً إيه؟ will have left هكون ماشي. If you don't drive more carefully، مشاش بحس أكتر هي an accident. That's very simple. But we will have. Have طبعاً فش مضارع مستمر. ولا مختبر مستمر يبقى هي will have simple بس simple ده will must will have. 33 I into my new office by the end of the month. تمام في نهاية الشهر by في حين by before يبقى مستقبل نهاية الشهر يبقى by يبقى ايه مستقبل ايه future ايه. ايوه برافو perfect. will have تصريف تاني يبقى will have moved. تمام 34 تمت كده. Why don't you come with us؟ لما تجيش معنا. I'm sure. sure اهي sure ده كلمات ايه sure certain probably تمام hope تمام كده. وده بيقول لي استخدم will ومصدر يبقى I'm sure you will enjoy the show. عشان sure معها will. Sure you will enjoy the show. يقول oh you have got a ticket for the party. معك دعوة للحفلة. قال yes I eat on Friday يوم الجمعة. تمام ترتيبات هي تذكرة أو دعوة للحفلة. يبقى في ترتيبات. يبقى هتطلع عليها يوم الجمعة. تمام يبقى هي I'm watching it on Friday. 36. Our neighbors have bought a flat in Cairo. Perhaps. They are possibly. They probably. تمام. ودول perhaps إيه؟ يبقى هو مصدر. They will move. تمام. Sure, certain, perhaps, possible. تمام. كل ده hope. كل ده will مصدر. يبقى will move. Number 37. Buy every chocolate in that box before my mom returns from work. Before my mom returns, بس simple أهو. قبل ترجع هكون إيه؟ هكون أكلت كل الشوكولاتات في الصندوق. يبقى أقول إيه؟ يبقى خلصتها كمان. يبقى will have eaten. مش هتبرفي. Will have eaten every chocolate in that box before my mother returns from work. She, David, and the train. Station at 7:30 tomorrow. هتقابله الساعة 7:30 بكرة. تمام كده معاد اهو. يبقى في ترتيب حصل. هتقابل.
ترتيبات. يبقى she is meeting David at the train station at 7:31. المكان اللي زمان كان يقول she is meeting. 39. What is the answer to question number 3؟ هي جابت حل أو حل سؤال رقم 3. قال له ask منا، اسأل منا. She يبقى she will know، هي اللي هتعرف. By the time he graduates. By the time isn't simple. He 5 years of study. أكون خلص إيه 5 سنين مذاكرة. يقول إيه will have completed. خلص خلاص. منال at the party next week. About next week. عند حفلة الأسبوع الجاي. هل she invited to her عزمتك؟ حفلة مدى ترتيبات. جهزنا الزينة. ثاني حاجات والهدايا والكلام ده كله، ترتيبات والهدايا مضارع مستمر، يبقى دي is giving. Is giving. Number 42. I think I fish for dinner tonight. أو سمح العشاء النهارده. Haven't had it for ages. بقالي سنين ما كلتهوش. تمام؟ I think I will buy. هشتري. Decided. خلاص محمود محمود إيه؟ I'm going to sell. I'm either going to Matar and sign. Why are all these people gathered here? The Prime Minister is the new hospital world. If Taramba Vita Mustafa. And they, that's a bed. The man, this was a little lumber, that's a bed. Waharas, magazine lumber, is opening. Paul to London on Monday morning. Then stop. Has got the tickets. Give it a ticket. But it's a Tibet. Oh, has got the ticket. Amen. If he's flying, what I must have met. That's a bit what I must have met. He's flying. If you know, I hear you are going to Cairo University in September. I'm of September. And yes, French and German. Has this for the Savi. Amen. And many. Amen. If I eat. I will be studying. أكون بدرس الحاجات دي أما أروح. 47. Number 47 بتقول Did you remember to buy the magazine I asked for? افتكرت الشريط الجديد اللي طلبته منك؟ قال له sorry I didn't. ما افتكرتش I it when I go out again. When I go. When Robert go present. تاني when was that? If I will buy it. When مضارع المصدر يبقى will buy it. What's that on your curtains؟ الستائر ده بيقال له oh it's a stain لبقع. I them to the dry cleaners tomorrow. وديها dry cleaner بكرة. تمام؟ يبقى ايه؟ I will take. 49. We dinner at a seaside restaurant. What time we have a bar? Saturday after, on Saturday afternoon, يوم السبت بعد الظهر. Dinner. المطعم جنب البحر أو على البحر. يوم الأحد بعد الظهر. يقول لي قرار أو نية، صح كده؟ We are going to have. We are going to have. Number 50. Number 50. These bags are very heavy. شنطة دي تقيلة جدا. I can lift them. مقدرش اشيلهم. بيقال له I them for you. وده ايه؟ offer. هشيلهم مع عرض يساعده. وده I will carry. 51. Why don't you tidy your room? طب شو قلتك ليه؟ I put one in 10 minutes. فخلال 10 دقايق مستقبل اهو. So I only got time. ما عنديش وقت. تمام؟ يبقى I ايه؟ ده طبعا ترتيب اهو. ده ايه؟ I'm playing. On Friday at 8 o'clock الساعة 8. I, my friend at the station. Friday الساعة 8. تمام؟ يبقى ايه؟ ترتيب اهو. يبقى I'm meeting. Number 53. 53 بتقول Are you still writing your essay لسه بتكتب المقالة بتاعتك؟ And if you by 4 p.m.
can go for a walk by 4 p.m. تمام؟ can go for a walk. If you eat, يبقى if you finish. عشان ما ينفعش جنبها مستقبل. يبقى if you finish. طبعا دي ما تنفعش. ولا دي. تمام؟ 54. How can we get all this home? تمام؟ زي الوصل الكلام ده كله حتى البيت. We allow James to come and help. ده I will ask, ده request طلب تحط منه يساعدنا request يبقى will help. 55 waits. I go to the station. استنى دي المحطة يبقى أي بدأ offer برضه offer أهو بدأ will drive will مصدر go to the station. Number 56 تقول 56 دي شوف كده مع بعض. This problem is very difficult. صعبة. I you to solve it. تمام؟ يبقى ده برضه هساعدك في حلها. وده يا ولاد وده اوفر. عرض بعد ده هساعد في حلها. I will help you to solve it. مساعدة عرض مساعدة ده ويل ومصدر. إن اوفر عموما ده ويل بلس انفينيتيف. This is all for today. Wish you all the best of luck. من فضل الله استمر رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم مني كل جديد. وحتى دعموني في نشر هذه القناة المتواضعة إن شاء الله. كما أرجوكم عمل لايك وشير الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة تستفيد من هذه الشروحات التي أدعو الله عز وجل تكون في ذلك ملهم إن شاء الله. ما أطلب منكم بالتوفيق. Thank you for listening to me. Till we meet again. Goodbye for now. Thank you very much.